بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدي الطيب مدير السياحة والصناعة التقليدية. اليوم رانا متواجدين على مستوى بحيرة سيدي محمد بن علي، هذا المعلم أو هذا الموقع السياحي الهام، والذي يحضن اليوم هذه التظاهرة أو بداية تظاهرة للماراثون ولاية سيدي بن عباس، اللي هو ماراثون رياضي وثقافي وكذلك سياحي. هذا الماراثون اليوم إن شاء الله يكون هناك فئات فئات تكون تاع العدو، بينهم هناك إناث وبينهم هناك الفئة الصغرى. يوم غد إن شاء الله السبت ينطلق الحدث الهام والحدث الرسمي للماراثون سيدي بن عباس على مستوى ولاية سيدي بن عباس. هذا الحدث هو ترويج للثقافة أو ترويج للثقافة ثقافة الولاية، وكذلك ترويج للسياحة الداخلية بالنسبة لولاية سيدي بن عباس، حيث قمنا كمديرية السياحة والصناعة التقليدية قمنا بهناك جولة بيوم أمس في على هامش هذا الحدث، بجولة سياحية على للمسارات أو المسارات السياحية الموجودة على مستوى ولاية سيدي بن عباس، وهذه المسارات التي أنشئت من طرف المديرية وهي 8 مسارات سياحية، هذا من أجل التعريف. واليوم كذلك هذا الحدث نحن هنا بصدد الترويج أو بصدد العمل على ترويج للسياحة الداخلية والمواقع السياحية الهامة الموجودة على مستوى ولاية سيدي بن عباس، وكما تعلمون أن ولاية سيدي بن عباس هي ولاية سياحية بامتياز. نحن اليوم متواجدين للتعريف ولترويج هذه المواقع.